هذه الحشرة تبدو وكأنها تتحرك بشكل طبيعي رغم أنها في الحقيقة ميتة ولم يتبقى منها إلا الرفات. فما الذي حل بها؟ وكيف تحولت إلى هذا الشكل المرعب؟ إنه فطر الزومبي. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عالم غريب. يستهدف الحشرات على وجه الخصوص، يلتهم ضحيته من الداخل ويتغلغل فيها بطريقة مرعبة. فطر كورديسيبس أو فطر الزومبي يستولي على مخ ضحيته بطريقة تجعلها ميتة وحية في آن معا، تماما مثل الزومبي. يدفعها للتحرك نحو بيئة رطبة وقريبة للشمس، ما يسهل نمو الفطر والتغذي على جسم الحشرة إلى أن تموت، فينفجر الفطر وتنتشر أبواغه باحثة عن ضحايا جدد. لكن ماذا عن البشر؟ هل يستطيع هذا الفطر تحويلهم إلى زومبي لتتحقق بذلك نبوءة مئات الأفلام والمسلسلات؟ لحسن الحظ فإن فطر الزومبي لا يشكل تهديداً عليهم، فدرجة حرارة أجسامنا مرتفعة للغاية بالنسبة له لكي يستطيع أن يستقر وينمو بشكل جيد، كما أن النظام العصبي للحشرات أبسط من نظامنا وأجهزتها المناعية مختلفة تماماً. لكن هذا لا يعني أن البشر في مأمن من تهديد أنواع أخرى من الفطريات ليست أقل فتكاً. بعض الفطريات من بين ملايين الأنواع تقتل نحو 1.7 مليون شخص سنوياً، أي حوالي 3 أضعاف عدد ضحايا الملاريا. منظمة الصحة العالمية حددت 19 نوعاً مختلفاً من الفطريات تعتقد أنها مصدر قلق كبير، منها فطر كانديدا أوريس الذي يلقب بالفطر القاتل، حيث يتسبب بوفاة نصف الأشخاص الذين يصابون به على الأقل، إضافة إلى الفطر الأسود وهو أحد أخطر أنواع الفطريات ويلقب بآكل لحوم البشر، ويهاجم عادة الوجه والعينين والدماغ، ويمكن أن يكون قاتلاً أو يترك الناس مشوهين إلى الأبد. تشكل الممرضات الفطرية خطراً كبيراً على الصحة العامة لأنها تزداد شيوعاً ومقاومة للعلاج، علماً أنه لا تتاح حالياً سوى 4 فئات من الأدوية المضادة للفطريات وعدد قليل من الأدوية المرشحة قيد التطوير السريري. الخبراء لا يستبعدون جائحة فطرية قد تتخذ على الأرجح شكلاً مختلفاً عن جائحة كوفيد من حيث كيفية انتشارها ونوع الأشخاص الذين تصيبهم. وجيوش الزومبي البشرية التي يتخيلها البعض ربما ليست سيناريو واقعياً، لكن الواقعية أن خطر الفطريات على البشرية قد يكون أكبر بكثير مما نعتقد.